قدوة. رسول الله يقول لنا ليس المؤمن باللعان ولا الطعان ولا الفاحش البذيء. لم أبعث سبابا ولا صخابا في الأسواق، فليس بسباب وليس بلعان. وأتباعه كذلك من العلماء ليس فيهم لعان، من يلعن أحد من الناس، ولا سباب يسب أحدا من صغار الناس، فكيف بكبارهم من العلماء، فكيف بأكابرهم من الصحابة والتابعين. هم محل الاحترام ومحل التعظيم ومحل التجلة. ليست طريقة الحق والصواب سب ولا شتم أبدا. ما بعث نبي بسب ولا شتم، ولا قام ولي بسب ولا شتم، ولا قامت حقيقة علم بسب وشتم أبدا أبدا. ما قام على السب والشتم إلا مذهب إبليس ومذهب أتباع إبليس في كل وقت وفي كل إلا مذهب إبليس ومذهب أتباع إبليس في كل وقت وفي كل زمان. هم الذين يقومون على سب الناس وشتم الناس ولعن الناس وإثار الصدور وإغارها وبعث الشحنة والبغضة بين المسلمين. أما الأنبياء، أما العلماء، أما الأولياء، ينشرون الرحمة، ينشرون الأخوة، ينشرون الآداب، ينشرون الطهر في القلوب، ينشرون الاحترام، ينشرون لزوم الحد، ينشرون ضبط النفس والحلم وكظم الغيب. هذا مسلك الأنبياء، هذا مسلك الأولياء، هذا مسلك العلماء.